طيب اول حاجه ناخدها الباينري ريليشن، العلاقه الثنائيه بتكون بين متغيرين بين الاي والبي. فطبعا العلاقه الثنائيه بتكون سبست اوف، يعني لما نضرب العلاقتين في بعض بيطلع لي عدد العلاقات مضروبه في بعض، يعني الاي في بي مثلا عندي الاي مجموعه اي تحتوي على ثلاث عناصر، مجموعه بي تحتوي على عنصرين، اذا انا عندي عدد ضرب حاصل ضرب المجموعتين بيساوي 3 في 2 ب 6، فالعلاقات مش هتزيد عن 6. طب كيفيه تمثيل هذه العلاقات؟ تكون اما عن طريق جدول او عن طريق اسهم. يعني الاي بتشير لمين؟ هنعمل يعني علاقه بين الصفر والاي والاي، فبعملها عن طريق الاسهم، الصفر والاي والصفر والبي، او انها تكون على هيئه جدول، بحط المجموعه الاولى في صفوف والمجموعه الثانيه في اعمده، ثم اضع علامات اكس في مكان العلاقات، يعني اذا كان عندي علاقه بين زيرو اي حطيت علامه الاكس وهكذا. يعني دي طريقه تمثيل اخرى للعلاقه الثنائيه بين مجموعتين. ما هو ما ممكن ما يكونش في علاقه، العلاقه لا يعني لا تساوي حاصل ضرب المجموعتين، مش لازم يكون في علاقه بين الكل، في علاقه بين الزيرو ايه بس ما فيش علاقه بين الواحد والاي مثلا. فالعلاقات هي جزء من حاصل ضرب المجموعتين، جزء منها، حتى هو هنا عامل علامه سبسيت اهي، او تساوي او كلها او تكون كلها. العلاقة دي معناها يعني مجموعة جزئية، يعني مجموعة جزئية من حاصل ضرب المجموعتين، فالآر اللي هي العلاقة ريليشن يعني، فالعلاقة هي مجموعة جزئية من حاصل ضرب المجموعتين. الباينري ريليشن في المجموعات، أنا افترض أنا عندي مجموعة A والمجموعة B والمجموعة C، وعندي الريليشن عبارة عن A و A، يعني الريليشن قائمة على مجموعة واحدة اللي هي مجموعة الـ A. فلو احنا قلنا مجموعة الـ order pairs in relation، طبعا هتكون عبارة عن ادي، يعني لو قلنا في عندنا علاقة عبارة عن ان الـ A والـ B ده في المجموعة A، A والـ B ده يعني العلاقة الجزئية، عبارة عن انها بتكون حيث ان، يعني العلاقة عبارة اللي هي الريليشن عبارة عن A و B حيث ان، هوير اللي هي الخط دوت، ان A مقسوم B divides B، فده معناها ان B هتكون تقسم الـ A، فبجيب كل العلاقات اللي هي رقمين، بجيب كل رقمين الثاني يقسم الاول، او الاول يكون مقسوم الثاني. فمثلا عندي الواحد والواحد، الواحد الثانية دي تقسم الواحد، والاثنين تقسم الواحد هيطلع اثنين، ثلاثة تقسم الواحد، أربعة تقسم الواحد، والاثنين تقسم اثنين، والأربعة تقسم اثنين فيها اثنين، وثلاثة تقسم ثلاثة، وأربعة تقسم أربعة، فجبنا جميع العلاقات طبقا للإيه؟ يعني البيلدر نوتيشن، أو هنا العلاقة التي تم تحديدها بالبيلدر نوتيشن. تم تحديدها إيه؟ قال إن العلاقة عبارة عن علاقة بين رقمين في المجموعة إيه؟ حيث أن البي بتقسم الايه، يعني الرقمين دول الثاني رقم ثاني يقسم الاول، ولذا ما يعني ما ينفعش يقول مثلا ايه 4 و3 3 و4، يعني ما فيش علاقه بين 3 و4 لان الاربعه ما تقسمش الثلاثه ويكون الناتج صحيح. فهنا دي علاقه قائمه على مجموعه واحده. الان هذا القانون اللي هو قانون القسمه، اللي هو بس الان قانون القسمه هذا، لو في قانون ثاني ممكن تدخل فيه من بقيه العناصر، وهذا قانون ثابت فيها. ممكن يكون في قانون تاني، لكن انا القانون حدده ان علاقه بين رقمين في هذه المجموعه الثاني يقسم الاول. ده معنى الكلام الشرطه دي، معنى كلام الشرطه دي يعني. تقبل طبعا تقبل على نفسها، وتقبل اذا كان رقم يعني يقبل قسم، يعني طبعا البي يقسم الايه، لما يحط ايه ديفايدز بي معناها ان ايه مقسوم بي، يعني هو اقل، يعني هو اللي يتقسم يعني. طب بنحدد الريليشن عن طريق ايه؟ ممكن نعمله ريبريزنتد، تمثيل عندي ثلاث طرق،
اما ان نعمل خدنا كلامنا قبل كده الروستر يعني بتسردهم يعني بتجيبهم كلهم تقول علاقه بين واحد واحد علاقه بين واحد واثنين وهكذا او انك تستخدم البيلدر نوتيشن اللي هي القاعده اللي قلناها من شويه قال ان هي العلاقه عباره عن ايه وبي حيث ان حط نقطتين نقطتين يعني حيث ان الايه مقسوم ب هذه طريقه او بتستخدم الجرافس الرسم البياني اهو الواحد علاقه بينه وبين نفسه علاقة بينه وبين كله بين الاثنين والثلاثة والأربعة كذلك الاثنين هي علاقة بينه وبين نفسها بالنسبة للقسمة يعني والاثنين علاقة بينها وبين الأربعة والثلاثة بينها وبين نفسها فقط أو إن أنا أستخدم حاجة اسمها الدومين والكودومين النطاق والمدى يعني فهي الواحد مرتبطة بكله والاثنين مرتبطة بالاثنين والأربعة والثلاثة بالثلاثة فقط ده بالنسبة لإيه طريقة تمثيل البيان أو إن أنا أستخدم الماتريكس الماتريكس عن طريق هذا الجدول او عن طريق المصفوفات استخدم الايه المصفوفات فهنا بقول العلاقه بين واحد واحد طبعا هنا ده اسمه الصف الاول لحظه كده اما اجيب الخيارات المؤشر قلم يعني ده اسمه الصف الاول وده اسمه العمود الاول ده صف اول وعمود اول فلما اقول واحد واحد معناها ايه معناها صف اول عمود اول اثنين واثنين معناها صف ثاني عمود ثاني فالصف الثاني عمود ثاني حطيت الرقم واحد اهو ده الصف الثاني عمود ثاني اللي بعدها ثلاثة وثلاثة اللي هو ده طيب مثلا ناخد واحد واثنين دي صف اول عمود ثاني فين صف اول عمود ثاني اللي هي دي دكتور انه حيث يوجد علاقه نحط رقم واحد نعم العلاقه تحط واحد تحط زيرو نعم ده في النسبه للمصفوف تمام كده نمسح عشان برضه نوضح اكتر يعني مثلا هناخد واحد وثلاثة دي معناها ايه تبدا بالصف الصف الاول عمود ثالث يعني هي بتمثلها الواحد ده فدي عمليه الايه تمثيل المصفوفات دي طريقه اخرى امثله هو بيقول consider the relations on يعني هنا اعتبر علاقه على الايه عن مجموعه ايه المجموعة A فيها الأرقام ناقص واحد وصفر واحد واثنين الريليشن 1 عبارة عن علاقة بين الـ A وB بين عنصرين يعني داخل المجموعة طالما ما حطها سمول يبقى عنصرين إن الـ A أصغر من B فهتحط كل رقمين ورا بعض يعني علاقة بين رقمين بس الأولاني أصغر من الثاني ده معنى الكلام أهو فهنا في هنا طبعا ناقص واحد وزيرو ناقص واحد والواحد ناقص واحد والاثنين الزيرو والواحد زيرو واثنين الواحد واثنين فدي اول واحده تمثيل لاول علاقه ثاني علاقه اما مساواه واما بتساوي السالب بتاعها يعني مثلا هنا الناقص واحد والناقص واحد مساويه او صفر وصفر او الواحد والواحد اثنين واثنين ناقص واحد وواحد طب الثالثه عباره عن ايه؟ عباره عن انها مجموعه منحصر ما بين الصفر والواحد مجموعهم فهنا ناقص واحد واحد مجموعهم صفر طيب الواحد والناقص واحد صفر ناقص واحد والاثنين مجموعهم واحد منحصر بين الصفر والواحد طيب عدد العلاقات اذا كان في المجموعات هي عباره عن طبعا لو كان عندي ثلاث عناصر هتبقى عباره عن 2 اس 3 اس 2 يعني 512 علاقه طيب هنا عايزين نعرف هنا معنى انا احاول بس عشان الوقت ان انا اركز لكم على المهم ايدنتيتي ريليشن علاقه اللي هي علاقه الايدنتيتي اللي هي علاقه التعريف او التحديد هي عباره عن علاقه الرقم بنفسه او العنصر بنفسه فهنا مثلا اقول ايه بيرمز ليها بحرف الاي اي من ايدنتيتي يعني هنا الاي هي الايدنتيتي والاي هي الايه ايدنتيتي ريليشن هنا الايه اللي هي المجموعه مجموعه علاقه بين الواحد والواحد الاثنين واثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة طب لو كانت مجموعة ايدنتيتي زي كده دي بيسموها ريفلكسيف بيسموها ايه ريفلكسيف هنشوفها بعد كده مرتبط بنفسه ايوه نعم مرتبط بنفسه فهنا ريليشن ار ايه از ريفلكسيف if A و A تنتمي ل R
تمام كده؟ يعني انا عندي واحد واحد واحد، يعني انا عندي هنا علاقه عباره عن واحد 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 اثنين اثنين واحد اثنين اثنين ثلاثه اربعه اربعه واحد اربعه اربعه. هل هذه ريفلكسيف؟ دي ليست ريفلكسيف. ليه؟ لان ناقصني هنا الثلاثه وثلاثه. يعني بالنسبه لهذه العلاقه ليست ريفلكسيف. ليه ليست ريفلكسيف؟ لان دي لا تحتوي العلاقه على ثلاثه وثلاثه. تمام كده؟ لكن لو كانت ثلاثه واربعه دي مش تبع الايدنتيتي. يعني عشان تبقى ريفلكسيف لازم تكون كل العناصر مرتبطه بنفسها. كله. لو في واحده هتبقى مش ريفلكسيف. طيب شوف هنا المجموعه دي ريفلكسيف ليه؟ لان انا عندي هنا في 2 2 في 1 1 في 3 3 في 4 4 دي اسمها ريفلكسيف. يعني لو مفتقده لوحده بس ما تبقاش ريفلكسيف. طب الريفلكسيف اللي هي العكسها يعني الريفلكسيف ما يبقاش فيها ولا ارتباط عنصر بنفسه ولا واحد. لو فيها واحد هتبقى لا ريفلكسيف ولا الريفلكسيف. فمثلا هنا عندي هنا 1 1 1 2 دي مش ريفلكسيف. ليه؟ لان دي ما فيهاش 2 2 ما فيهاش 3 3 ما فيهاش 4 4 حتى لو فيها 1 1. وبسبب ان فيها 1 1 بقت نوت ريفلكسيف. يعني عشان تبقى يعني الريفلكسيف والريفلكسيف عشان تكون موجوده الريفلكسيف لازم يكون كل العناصر مرتبطه بنفسها في المجموعه. والريفلكسيف لازم لا يكون هناك اي عنصر مرتبط بنفسه في المجموعه. ده معنى الريفلكسيف مرتبط بنفسه. يعني علاقه واحد بواحد اثنين باثنين ثلاثة العنصر بنفسه ارتباط العنصر بنفسه. تمام كده؟ يعني في علاقة القسمة دي ريفلكسيف علاقة القسمة. ليه؟ لأن كل عنصر يقسم نفسه. تمام كده؟ كمثال يعني. طيب هو جايب هنا أمثلة مثلا الأصغر من أو يساوي. هل دي ريفلكسيف؟ نعم هذه يسموها ريفلكسيف. تمام كده؟ يسموها ريفلكسيف. ليه؟ لأن في هنا العنصر ايه؟ اتفضل. العنصر ايه؟ أصغر من أو يساوي بي. فالعنصرين فيهم يساوي، فيهم مساواة، خلاص هتبقى ريفلكسيف. يعني فيها هنا المساواة. إذا هنا هتكون ايه؟ ريفلكسيف. طيب كذلك هنا برضو في مساواة، ايه يساوي بي؟ خلاص هتبقى ريفلكسيف. طالما في مساواة يبقى ريفلكسيف. يعني هنا بيقول لك علاقة على المجموعة حيث أن العنصرين في هذه المجموعة يعني فيهم أصغر من أو يساوي أو يساوي. لكن العلاقة اللي بعدها دي نوت ريفلكسيف. ليه؟ لأن أكبر من ما فيش مساواة نهائيا. وهنا مساوية للي أكبر منها بواحد أو مساوية مجموعة للي أصغر من ثلاثة. هو جاب مثال قال لك أنا لو جبت أربعة أربعة ثمانية طبعا دول دي مش أصغر من الثلاثة وبالتالي مش مساوية للثلاثة. يعني هنا وفي نفس الوقت هنا نوت زائد 4 زائد 4 8 أصغر من أو تساوي 3. فما فيش علاقة بنفسها. ما احنا جبنا الأربعتين، الأربعتين هم الرقمين اللي ممكن يعني ممكن نربط الأربعة بالأربعة. فالأربعة أربعة ما جاتش في الشرط اللي هي أقل من 3. واضح كده؟ طيب السيمتري اند انتي سيمتري. سيمتري هنا علاقه ايه؟ علاقه يعني متعاكسه او متبادله. يعني ايه؟ يعني اذا كان في واحد واثنين يبقى في اثنين واحد. ماشي كده؟ يعني فيها الانفرس، فيها العكس. يعني لو انا عندي علاقه بين واحد واثنين يكون في علاقه من اثنين واحد. فمثلا لو قلنا هنا انا عندي علاقه بين الواحد والواحد، خلاص دي ما فيهاش مشكله. عندي علاقه بين واحد واثنين، في علاقه بين اثنين واحد، في اثنين واثنين، في ثلاثه واربعه، في اربعه وثلاثه. اذا دي سيمتريك. ليه؟ لان انا عندي ثلاثه واربعه، اربعه وثلاثه، عندي واحد واثنين، اثنين واحد، اسمها سيمتريك. واضح كده؟ طيب لو شفنا واحده ثانيه عباره عن واحد واحد، اثنين واحد، 2 و2 3 و3 3 و4 دي انتي سيمتريك. ليه؟ لان ما عنديش 1 و2 وما عنديش 4 و3 فيسموها انتي سيمتريك.
ضد التبادل او ضد. طيب نشوف السيمتري كده في القوانين. لو قلنا هنا the following relation are symmetric، لو قلنا ال A تساوي B or A تساوي ناقص B دي symmetric. ليه؟ لأن هو طبعا يعني لأن أنا لو قلت A تساوي ناقص B هقول 3 تساوي ناقص 3 مش كده؟ وهقول ناقص 3 تساوي 3. إذا هي تمام؟ ولو قلت A تساوي B دي symmetric وبرضه في نفس الوقت إيه؟ reflexive. وإذا B أقل من أو تساوي 3 مجموعة هنا برضو هنا هتكون إيه؟ وهنا the following is not برضو أقل من أو يساوي 3، إذا هنا برضو هتكون في نفس الشيء إنها symmetric. أما الأنتي symmetric هنا أو not symmetric هنا لأن not symmetric لو قلت أقل من أو يساوي، وده مثال قال لو 3 3 أقل من أو يساوي 4 ما نقدرش نقول فيها علاقة بين الأربعة وثلاثة. يعني انت جرب رقم 3 و4 فيهم علاقه لان هي اقل، لكن هل ال 4 3 فيها علاقه بينهم؟ لا، يعني محققه العلاقه اللي هي اقل من او يساوي، اذا دي مش سيمتريك. كذلك هنا برضو ايه اكبر من بي؟ هو دايما هيكون ايه 4 و3 5 و4. طب هل ال 3 و4 في علاقه تحقق العلاقه؟ لا، اذا دي مش سيمتريك. كذلك لو قلت الايه دايما يعني علاقه رقم برقم اكبر منه بواحد، طب ما دي مش هتبقى انتي سيمتريك، مش هتبقى سيمتريك، هتبقى انتي سيمتريك. ليه؟ لان علاقه بين الرقم والرقم اللي اكبر منه بواحد، فمش هقدر اجيب العكس. طب الانتي سيمتريك لو قلنا هنا دي انتي سيمتريك ليه؟ لان هي دايما علاقه بين الرقم واللي اقل منه دي دائما، فمفيش العكس، فدي انتي سيمتريك. يعني بين الثلاثة مثلا والأربعة، هل تقدر تحقق دي بين الأربعة والثلاثة؟ هل الأربعة أقل من ثلاثة؟ إذا دي أنتي سيمتريك. كذلك إيه؟ لو استخدمنا أكبر من خلاص دي أنتي سيمتريك، أصغر من أنتي سيمتريك. تمام كده؟ طيب إيه تساوي بي؟ برضه أنتي سيمتريك وسيمتريك في نفس الوقت. لأن هنا يعني بالنسبة لإيه تساوي بي دي تعتبر هنشوف دلوقتي. تعتبر انتي سيمتريك وسيمتريك. ليه؟ لان ما فيش عندي 2 و3 و3 و2، هي كلها 1 و1 2 و2 3 و3، فهي هتبقى ريفلكسيف وفي نفس الوقت سيمتريك وانتي سيمتريك. طب ليه تساوي بي زائد 1 انتي سيمتريك؟ لان عمري ما لن نستطيع ان احنا نقول هنقول 2 و3 علاقه بين 2 و3، هل اقدر اقول علاقه بين 2 و3 وفي نفس الوقت 3 و2؟ لان الاثنين يعني هنا علاقه 2 و3 محققه العلاقه، لكن 3 و2 مش محقق العلاقة، لأن 3 يعني 3 تحقق علاقة مع الأربعة مش مع الاثنين. الرقم الأول يحقق علاقة مع الأكبر منه بواحد، ففي هذه الحالة إذا دي لا تحقق العلاقة. تمام كده؟ طيب نشوف هنا جدول هيبين بس عشان الوقت. يعني لو قلنا المجموعة إيه عبارة عن الأرقام 1 و2 و3، فإذا كان عندي العلاقة 1 و2 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 و3 و1 و1 و3 دي نوت ريفلكسيف. ليه؟ إيه سبب إنها نوت ريفلكسيف؟ لأن أنا ليس عندي 1 و1 وليس عندي 3 و3، مش كده؟ مش ريفلكسيف، ليس عندي 1 و1 وليس عندي 3. طيب هي نوت ريفلكسيف ليه؟ لأن أنا عندي 1 و1 أو عندي كام؟ 2 و2، عندي واحدة يعني عندي 2 و2 علاقة رقم بنفسه، فتبقى irreflexive. طيب symmetric هنا not symmetric ليه؟ لأن أنا عندي 1 و2 وعندي أنا عندي 1 و3 و3 و1، فدي تحقق لي symmetric، لكن كون إن في 1 و2 وما فيش 2 و1 فبقت not symmetric، بقت not symmetric. وفي نفس الوقت ما هياش anti symmetric. انتي سيمتريك يعني لا يكون في اي رقم مرتبط بنفسه. تمام كده واضح؟ ان طب ليه هي نوت انتي سيمتريك؟ نوت انتي سيمتريك عشان في 1 3 و3 1 فتمنون نوت انتي سيمتريك. وليه هي نوت سيمتريك؟ لان انا عندي 1 و2 وليس عندي 2 1، خلاص لازم يبقى كل الارقام يعني مرتبط. اذا في 1 3 و3 1 لازم يبقى 1 2 و2 1 كمان.
بس لا لا لو كان عندي 1 و3 و3 1 وما عنديش 1 و2 ايوه هتبقى كده سيمتريك، هتبقى سيمتريك متبادلة يعني. هتبقى متبادلة. لو ما كانش عندي 1 و3 وكان عندي 3 و1 و1 و2 فقط كانت هتبقى انتي سيمتريك. تمام كده؟ تبقى انتي سيمتريك. يعني واحدة سيمتريك تعطل الانتي سيمتريك. واحدة انتي سيمتريك تعطل السيمتريك. واضح كده؟ طيب اللي هي ترانزيتيف اللي هي متنقلة يعني. الترانزيتيف دي طبعا هو في طريقة ناخدها أسهل اللي هي الضرب المنطقي يعني. لكن احنا عشان نفهمها هنا ايه اللي بيحصل؟ إذا كان A و B علاقة مع بعضهم والB و C علاقة مع بعضهم فبيكون في علاقة بين الA والC. فلو ما فيش علاقة بين الA والC فمعنى كده إنها مش ترانزيتيف. تمام كده؟ يعني ازاي هنا؟ يعني مثلا هنا انا عندي علاقه بين خلاص الواحد واحد خلاص يعني دي نخرجها من الموضوع لان لكن الواحد واثنين هنا وعندي علاقه بين اثنين واحد. طيب هنا مشترك بين الواحد والاثنين والاثنين واحد كام؟ عشان نوضح في هنا مشترك يعني انا عندي هنا الواحد واثنين واثنين واحد. البي هنا بالنسبه لهنا الاثنين. والA بالنسبة لهنا ايه؟ الاثنين. فدول مشتركين بين الB والA. إذا لازم يكون في علاقة بين الواحد وواحد، لو ما فيش علاقة بين الواحد والواحد دي ما تكونش ترانزيتيف. ترانزيتيف يعني متنقلة أو يعني يعني هنا أنا عندي هنا دي هنعرفها بضرب المنطق المصفات أسهل. بس هنا عشان الشرح ده فأنا بوضح لكم دي. يعني هنا مثلا أنا هعمل مسح هنا. أنا عندي هنا علاقة بين واحد واثنين. هو بيقول لك بين A و B. ونفس الـ B اللي هو ده علاقة أخرى مع رقم آخر. فطالما في اشتراك بين المدى والدومين هنا أو الدومين والكودومين لابد ان يكون هناك علاقه بين الرقم الاول والثاني. اذا في علاقه بين الرقم الاول والثاني مع اشتراك الرقمين دول اذا دي سموها ترانزيتيف. وفعلا في علاقه بين الواحد واحد عشان كده احنا قلنا عليها ايه؟ ترانزيتيف. لكن هنا ليست ترانزيتيف ليه؟ لان هنا انا في عندي هنا مشترك. شوف هنا ادي 1 و2 2 1. طيب هنا لحظة هنا واحد وواحد مشترك بين دي هنا وهنا الواحد والواحد مش كده؟ فالمفروض يكون في علاقة بين مين ومين؟ طب الواحد اثنين موجودة. طيب طيب هنا في هنا اشتراك بين الاثنين والاثنين. طب اثنين وواحد هنا اثنين واحد طيب في هنا اشتراك. لو جبنا القوس ده لو جبنا القوس ده قبل واحد واثنين يعني جبنا اثنين واحد قبل واحد واثنين معايا هنا هو لو حطينا الاثنين همسح بس عشان نوضح خيارات المؤشر. لو جبنا 2 1 دي حطيناها هنا قلنا 2 1 هيبقى مشترك بينهم الواحد وواحد صح؟ ويفضل الاثنين واثنين اثنين واثنين غير موجوده اثنين واثنين غير موجوده. اذا دي مش ترانزيتيف. واضحه كده؟ تخيلوا جيبوها بس على جنب كده على اليسار ولا اجيبها لكم اكتبها لكم؟ هنضعها على اليسار. يعني انا جيت قلت هنا واحد واثنين وقلت هنا اثنين واحد في مشترك بينهم ايه؟ هيفضل الاثنين واثنين مش موجوده بس انا نقلت اللي في اليمين حطيتها في اليسار. تمام كده؟ اذا دي معنى كده انها ايه؟ مش ترانزيتيف. تمام؟ هو جايب هنا قوانين تبين هي ترانزيتيف ولا مش ترانزيتيف. القانون اذا كان اصغر من او يساوي ذا فاليو اوف نيجن انتجر بس في الاعداد الصحيحه هذه تحقق الترانزيتيف. ليه؟ لان انا افترضت رقمين قلت واحد واثنين ما الواحد اصغر من اثنين وقلت بعد كده الاثنين وثلاثه
الرقمين التانيين علاقه بين الاثنين ثلاثه مش كده؟ طب هل الواحد والثلاثه ليهم علاقه ببعض؟ ليه؟ لان الواحد اصغر من الثلاثه مش كده؟ يعني هنا بهذه الطريقه تثبت. بس احنا عشان يعني لو رحنا هنا لون قلم لو قلنا هنا مثلا علاقه بين الواحد والاثنين ماشي؟ هذه العلاقه تحقق هذا القانون صح؟ ان ايه اصغر من بي؟ الرقم الاول اصغر من ده تحقق ولا ما تحققش؟ تحقق. لو قلت علاقه بين الاثنين والثلاثه تحقق القانون ولا لا تحقق القانون؟ لان اثنين اصغر من ثلاثه مش كده؟ لو انا قلت واحد وثلاثه تحقق القانون ولا لا تحقق القانون؟ اذا معنى كده ان هذه ترانزيتيف. واحد واحد خلاص هي ترانزيتيف. واحد واحد ترانزيتيف خلاص وريفلكسيف في نفس الوقت. ما هي هي يعني ما فيهاش حاجه طالما رقمين زي بعض دخلت في ريفلكسيف وترانزيتيف. ونفس الشيء الاي بي الرقم الاول اصغر اكبر من الرقم الثاني. طب ما هيفضل البي هيبقى اكبر من الثالث. طب ما هيبقى الاولاني اكبر من الثالث. نفس الشيء وهكذا عشان بس ايه؟ يبقى ده بالنسبه سبيشال كيس. حالات خاصه دي تحفظوها. إذا كان امبيتي هتبقى الريفلكسيف ترانزيتيف سيمتريك اند سيمتريك. إذا كان يونيفرسال يونيفرسال يعني فيها كل العلاقات فيها كل العلاقات فشيء طبيعي وفيها كل العلاقات هيبقى فيها الريفلكسيف محققة ترانزيتيف سيمتريك. دي حاجة طبيعية لأن فيها جميع العلاقات تمام اليونيفرسال فيها جميع فيها الواحد واحد مثلا نفترض ثلاث أرقام الواحد واثنين والاثنين واثنين والثلاثة وثلاثة ريفلكسيف في الواحد واثنين والاثنين واحد طبعا هتبقى يعني هنا سيمتريك وكذلك ترانزيتيف تمام. كومباينينج ريليشن هنا ربط العلاقات هنربط الايه؟ العلاقات. طيب بالنسبه لربط العلاقات دي برضه سهله ما فيهاش حاجه يعني. لو قلنا العلاقه الاولى عباره عن ارتباط الواحد بواحد والاثنين باثنين وثلاثة بثلاثة. طبعا لو احتاجنا بعد المحاضرة الأخيرة مش دلوقتي عشان بس اديكم محاضرة إضافية هشوف هديكم إن شاء الله لو احتاجنا أنا بقول لكم هبعت لكم يعني بعد الأخيرة إن شاء الله. أنا شايف فهنا لو قلنا أنا عايز أعمل اتحاد عايز أعمل يونيون بين R1 و R2 طب احنا عرفنا ان اليونيون جميع العلاقات والمشترك بحطه مره واحده بس. فمثلا عندي الواحد واحد واثنين واثنين وثلاثه وثلاثه حطيتهم وحطيت الواحد والاثنين ما حطيتش الواحد واحد مره ثانيه واحد ثلاثه واحد اربعه خلاص كده اليونيون انترسكشن المشترك ودي سهله. اما الطرح هنا لما نيجي نطرح بتحط اللي موجود في العلاقه الاولى وغير موجود في العلاقه الثانيه وغير واضحه الحته دي يعني هنا ايه اللي موجود في العلاقه الاولى وغير موجود هو 2 2 3 3 لكن واحد واحد موجوده في العلاقه الثانيه فانا حذفتها. واضح الفرق بين الطرح وال الار 1 اتحاد ار 2 حطيناه كله مع بعض المشترك ما كررتوش لم اكرره ايوه نعم ده الاتحاد واليونيون يعني ثاني انترسكشن المشترك. هنا بالنسبه لكمبوزايت ريليشن انا طبعا اضفت الجدول ده والكلام ده عشان يتضح الشرح بدل ما اروح للورد بجد يعني بياخد وقت يعني. هو في البار بوينت عندكم حاطط لكم النتيجه فقط وضع النتيجه فقط. الكومبوزايت ده يعني بيجي في الاختبارات في اشياء يعني زي ما انتم شفتوا يعني. لو افترضنا انا عندي علاقه هنا R1 و R2. ال R1 علاقة بين ال C وال B. وال R2 علاقة بين ال A وال B. طيب ال R is relation from 1 و 2 و 3 1 و 2 و 3 و 4. تمام كده وال S علاقة بين 1 و 2 و 3 و 4 و 0 و 1 و 2. تمام كده؟ طيب يبقى أنا عندي هنا ال R عبارة عن إيه؟ عبارة عن هو قال هو اللي قال ان العلاقة يعني بالنسبة للار في المجموعة اللي عندي هنا عبارة عن يعني انا عندي مجموعتين عندي مجموعة واحد واثنين وثلاثة
وعندي مجموعه 1 2 3 4. انا عندي مجموعتين، في مجموعه عباره عن تتكون من 1 2 3 فقط، ومجموعه اخرى عباره عن 1 2 3 و4. تمام كده؟ ده معنى الكلام. العلاقه الاولى اسمها ار، هي علاقه ما بين الواحد والواحد، يعني الواحد ده من الواحد الاول اللي هنا والواحد اللي هنا، واضح واضح كده؟ والثانيه بين 1 و4، يعني بين الواحد اللي هنا والاربعه، وانا ممكن امثلها دي بالمصفوفات او بالرسومات يعني جرافيك. اما الاس هي علاقه بين الواحد والزيرو، والاثنين زيرو في المجموعتين دول، مجموعتين اخرين في المجموعه الثانيه. بالنسبه للاس الاس هنا عندي المجموعه 1 2 3 4 والمجموعه الثانيه 0 1 و2. طيب الاس علاقه بين الواحد والزيرو، يعني من هنا لهنا بين الواحد والزيرو، 2 و0 وهكذا. طيب هو قبل كده طلب كومبوزيت ما بين اللي طلبه كومبوزيت ما بين الاس والار، يعني تركيب العلاقتين، تركيب علاقه الاس مع الار. عايزين بس نطمن ان الطلاب في يعني سامعين الصوت واضح وكل حاجه، ما فيش اي يعني ما فيش اي حاجه. الصوت يقطع. طب الحمد لله ماشي. تمام. طيب ماشي، احنا 5 دقائق كده وهنروح نصلي. مش فانت استعد بقى، روح اتفضل. طيب ماشي، انا هشرح دي بس وبعد كده هناخد 10 دقائق نصلي فيهم. ماشي. طيب دلوقتي يعني هو الحل ايه؟ هو عايز الاس ار. طيب انا عايز اكون العلاقه الاس ار. طيب ايه اللي بيحصل؟ ان انا بفك الاول العلاقه الداخليه اللي هي الار، يعني ببدا بالار، يعني خلي بالكم ببدا بمين؟ ما ابداش باللي بره، ابدا باللي جوه. تمام؟ طبعا انا هعمل كده زي ما انتم شايفين عشان اسهل على نفسي، يعني انا بقول ايه؟ الدومين بتاع الار عباره عن 1 و1 و2 و3 و3، مش كده؟ جبت منين الكلام ده انا؟ خيارات المؤشر. جبت منين الكلام ده؟ الار الدومين بتاعي اللي هو واحد، اللي هو اول رقم هنا، شايفين؟ اول رقم. واول رقم هنا كم؟ واحد. واول رقم هنا كم؟ اثنين. وثلاثة؟ ثلاثة. الارقام دي حطيتها هنا في الدومين، واضح اللي انا عملته ده؟ وخلي بالكم بقى عشان خاطر تاخدوا يعني تاخدوا بيها نص الدرجة على طول. حل دي انك تقول ايه؟ انك تجيب اللي هو الدومين ده تحطه هنا في البدايات من غير ما تفكر، يعني انا حطيتها بالواحد والواحد والاثنين، معلش الاثنين دي السبب هقول لكم عليها، اثنين بس على الاقل انت واخد الثلاثه وثلاثه، وغالبا مش هيزيد يعني، بس يعني دي ليها سبب. فبتروح حاطط ده كرقم اول، بتحط النطاق، لان النطاق في التركيب بيكون هو نطاق العلاقه الثانية اللي هي هنا في الكوموزايت اللي هي الار، هو ده النطاق. يعني انت ممكن لو حطيت الحل كده على طول وحطيت فاصلة وسبت دي فاضية لغاية ما تحلها كده خدت نص الدرجة، وده الحل، لأن النطاق بتاع اللي هي العلاقة الثانية اللي هي المركبة الداخلية دي هو ده الحل. أما المدى هو نتيجة اللي هنشوفه دلوقتي. والكود مين بتاعي عبارة عن إيه؟ 1 4 3 1 4 هو مين؟ اللي هو الرقم الثاني ده. وبنفس الشيء بتعمل الاس، شايفين؟ ادي النطاق، ادي الواحد اثنين هنا هون، واضح كده؟ والمدى هو الرقم الثاني، هو الرقم الثاني. نعم؟ هو كل ده يعني المنطقه المربع المستطيل اللي فوق ده هو ده كل السؤال، هو ده السؤال، الحل هو اللي تحت اللي انا عامله. طيب لو انت حطيت الحل النهائي خلاص انت بتتخيل، ممكن تتخيله صح مش غلط، بس انا بديك التفاصيل يعني. طيب انا عايز اعمل كومبوزايت، فبعمل ايه؟ اول حاجه بقول اس كومبوزايت ار، اول رقم مين عندي؟ الواحد. اول رقم عندي هو الواحد، مش كده؟ اللي هو ده. فكومبوزايت الواحد هنا الريليشن بتاع الواحد كام المدى بتاعه؟ هنفك الار واحد، الار واحد بتاعي هو واحد، مش كده؟ مش هو واحد؟ فاذا الحل بتاعي هنا اس واحد. طب اس واحد كام؟
اس واحد كام؟ هنشوف هنا الواحد اهو، الاس بتاعه كام؟ واحد. زيرو. اذا النتيجه زيرو. اذا اول حاجه عندي واحد وزيرو. واضحه الحته دي؟ اللي انا عاملها بالاحمر هو الحل، اللي انا ملونه باللون الاحمر. اقول مره ثاني، اقول مره ثاني. دلوقتي انا بركب العلاقه اس تركيب ار اوف اكس. طب اكس ده مين؟ هاخد اول واحد اللي هو الرقم الاول اللي هو الواحد ده اللي هو الدومين. هفك ار واحد. ار واحد عباره عن كام؟ عباره عن واحد، مش كده؟ فيبقى هيفضل عندي اس واحد. طيب الاس بالنسبه لواحد ادور عليه هنا، هو فين اس واحد هنا؟ اللي هو ده مين ما ده والصفر. اذا النتيجه والصفر. واضح كده؟ نشوف مثال اخر للتوضيح برضه. العلاقه باخد الرقم اللي بعده، ما لازم اخد كل الارقام. اس ار واحد اللي باخد الرقم الثاني، الواحد بتاع الدومين الثاني بتاع الار كام؟ اربعه، مش كده؟ ادور على اربعه هنا في الاس لانها تبقى اس اربعه، هلاقيها كام قصادها؟ واحد. ما ده اذا هي نتيجه واحد. نطاقه يعني علاقتها بمين؟ علاقه الاربعه بمين؟ ما دي عباره عن علاقات، الواحد علاقته بالصفر والاثنين علاقته بالصفر. طب نشوف الثالثه، هنجيب الرقم اللي بعده اللي هو الاثنين. اثنين دون مرتبط بمين؟ ثالث رقم اللي هو ثلاثه. فار اثنين هو ثلاثه، طب اس ثلاثه كام؟ ادور على ثلاثه هلاقي ثلاثتين، هنا عشان كده عملنا اثنين. يعني الثلاثه هنا مداها رقمين، ايه هما؟ الواحد والاثنين، شايفين؟ ولذا انا قلت ايه هنا؟ قلت 2 1 و2 2، لان الثلاثه هنا مرتبطه برقمين، علاقتها برقمين. واضح كده؟ ده السبب. دي حالات يعني. المهم انت لو حطيت، لو خدت العلاقه المرتبطه اللي هي الار وحطيت الدومين بتاعها كاول رقم فاصله، اول رقم فاصله، اول رقم فاصله، كده انت جبت نص الاجابه. انا كده جاوبت على نص الاجابه، تمام؟ وبعد كده بقى فكر عشان الوقت يعني. طيب نفس الطريقة هنا، نفس الكلام بس هنا ار تربيع، نفس الايه الكلام هنا الباورز. فانا بقول هنا ايه الباورز؟ ار تربيع. ادي العلاقة ار عبارة عن بين مين ومين؟ واحد واحد، اتنين واحد، تلاتة واتنين، اربعة وتلاتة. دي معناها هنا ايه؟ عايز اجيب ار تربيع. ار تربيع هي ار كومبوزيت ار، عبارة عن كام؟ الار عبارة عن 1 2 3 4، مش كده؟ اللي هو نطاق، اللي هو أول رقم هنا وأول رقم هنا، أول رقم هنا، أول رقم هنا، حطيته. والمدى هو عبارة عن كام؟ عبارة عن 1 1 2 3، مش كده؟ اللي هو الرقم الثاني هنا، الرقم الثاني هنا، الرقم الثاني هنا، الرقم الثاني هنا، واضح كده؟ طيب الار 1 عبارة عن كام؟ عبارة عن 1 اللي هو ده، مش كده؟ طيب الار واحد ادور هنا برضه الاقيه هو واحد، فيبقى النتيجه هتبقى واحد واحد. خلاص ار تربيع هيبقى واحد واحد، ادي اول واحده. طب الار اثنين قيمتها كام؟ قيمتها واحد، هيبقى معنى كده الار واحد هتبقى واحد، اذا معنى كده النتيجه الثانيه اثنين واحد. واضح دي ولا فيها لبس شويه؟ الار ثلاثه عباره عن كام؟ عباره عن اثنين. طيب ادور على الاثنين هنا، الار اثنين بتاعه كام؟ واحد. ما هو طلعت النتيجه اثنين. نمسحها ونعملها ثاني. الار ثلاثه كام؟ يعني اللي هي الداخليه هنا. ار ثلاثه عباره عن اثنين. هتدور على ثلاثه، مدى الثلاثه كام؟ اللي هي الاثنين اللي هنا، مش كده؟ فالنتيجه هتكون ار اثنين. هتدور على ار اثنين، كام الار اثنين؟ اللي هي الواحد. واضح كده؟ فطلع الواحد. طب الحل هو ايه؟ هو طبعا الرقم الاول والاخير. ولذا بقول لك إن لو طلب منك ار، خلي بالك هنا النتيجه الاخيره هنا كام؟ هنا واحد اثنين، مش كده؟ ثلاثه اربعه، دول جبتهم منين؟ هم الارقام دي، الرقم الاول 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 الاول. النطاق الاول لا يتغير، اللي بيتغير المدى بس. واضح كده؟ يعني لو عملت كده ساعتين ان دي في نص الدرجه، رغم انها يعني ما حلتهاش انت حل كامل، بس كده
تمام كده؟ طيب هنشوف بقى تمثيل العلاقات، ودي سهلة إن شاء الله، دي سهلة إن شاء الله. إن شاء الله ناخد 10 دقائق للصلاة ثم نعود إن شاء الله. نصلي ونرجع إن شاء الله.